عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه يا احلى عيلة واحلى اخوات في الدنيا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. صلوا على النبي يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى جايين لكم بايه؟ بالعشق. العشق يا جماعة بقى. تحدي ليه؟ معانا ثلاث سمكات، كل واحد ثلاث سمكات شجار او قلتي ورز بالشعرية، ومعانا سلطة. التحدي على الصينية دي من الاخر. من الاخر التحدي على الصينية دي، على الصلاة الشقية معانا اللفت المخلل. يلا بينا معانا الرز بقى الجميل، ومعايا ربنا ان شاء الله يقف جنبي واكسب اللي بيعمر الدماغ. بسم الله. احنا جماعة البورسعيدية بناكل السمك يعني عادي برز كده وكده، بس احنا بنحبه بالرز الابيض اكتر. اتفضلوا معانا يا جماعة، وبالله عليكم بالله عليكم قبل ما نبدأ الفيديو وقبل ما نبدأ التحدي لا تنسوا تحطوا اللايك. لاقي عليكم لايك. بسم الله. اتكتب علينا كل يوم نتغدى بالليل. اول بقى ليه بقى الموت تحفظته؟ كان الاول بيقطع من 8 ل 10، كان مواعيده احسن ليا كده. الاكل مواعيده مش حلوه. الحلوه ده شوشو ويقطع عملي بامانه. ريحته هو بتتقلب كان هيقبلني. اول ما الله انسى. انسى. انت جيت مش على سكتي، جيت على سكتي يا معلم. البس بقى. عارفه بستمتع بالرز مع السمك قوي. معرفش ليه السمك ده جايباه صاحي، يعني صاحي بيلعب. والله اعز قوي السمكات طازه. السكون بتلعب دي وبتفتح بقها وبتطلع بقى كده. يا مزاج. كنا ميتين من جوه والله بجد. عادي كان عمال ياكل خاص من جوه. ربنا يتوب علينا من النار وقطع النار. فكرتني بقى ايه؟ ربنا يتوب علينا من الصيف وبدويه. ده الصيف جميل. حد يقول كده؟ ده الصيف فصل. بس عارفه مهما النور يقطع في الشتاء يعني مش متعب زي الصيف بجد والله. لا هو في الصيف بنشوي. يا كل ايام ربنا جميله، بس الصيف كمان حر وكده و... احكي معاهم علي كده. فالامور بتبقى صعبه شويه. الله والله الله. لكن في الشتاء الواحد بقى ايه؟ يقوم تاخد تحت البطانيه ونايم الساعتين. بس احنا بقى مش عارفين نستمتع، بنستنى ناكل ونصور باكل بعمل في الاكل كده. مين بيعز السمك ده؟ المقلي بالذات والبولكي. في انواع سمك
الناس تعزها قوي. البربوني غالي جدا، السيوف، الغطيان، حاجات كتيرة. انا فقرية بحب ده، والله بحب ده اكتر نوع بحبه في الاليعاب. بحريات عامة هي بتحب الشباب المال قوي. انا غيرهم. الحاجات اللي قالتها ديت هي بنسميها فواكه البحر. على مهلا مش تجري وراك، حدش بيستعجلك. انت مستعجل؟ هل أقول لك حاجة؟ طب أكلت بصل زي ده؟ في الثانية مع بعض؟ أنا باكل بصل عشان يديني طاقة، عشان يفتح نفسك، عشان مقفولة. ربنا يعينك عليا، ربنا يعينك عشان الكومنتات اليومين دول فيها ايه. الحبايب رجعوا. بس واضح ان شوشو كده عامله لهم ايه؟ قلق. شوشو عامله لهم قلق، يجعلني قلقاكوا كده. ثم انا كده قلقاكوا. انا مزاجي حلو. الله، انا عامله مزيكا من السماء. حبه السمك المقلي من ايد شوشو يودوا سكه تانيه بصراحه. حاجات كده بس هو طعم قوي قوي قوي. انا غلطانه، كنت حطيت له حاجات سمك وتسد نفسه. كنت زودت ملح يا ماما، كنت عملت حاجه. اسد نفسه مفروض. هل انت عرفتي؟ اهدى بقى، اهدى عليا، العب بالعقل. شوشو بتنزل الملعب. مسخنة جاهز على طول، وعلى كده ترجع تهبط تهبط. انا مش مهبطة يا ماما، انت عايزني اهبط بالعقل؟ انا لسه شغالة اهو. انت هبطت هبط. بس الاخضر ده بيعمل صوت وهو بيتقتل.
الله. كل كل شكله كان مهبط. شكله مهبط فعلا. كل سلطة كتير باكل يا حبيبة بتغذى. انا مشيت النفط والله. حسيت اكتر حته بحبها اللي ناحيه البطن دي تبقى شاربه من الكم بقى وايه عاملين شرب. بطني بتوجعني. كل كل على خطتك. انت كنت فين ورجعت؟ تلسى فاكر؟ محمد دم مننا. مش بصل في شقار. سحبت مو لا كله والله ما ادري مو اكلت سمكتين يا جماعه اكلت رز الصور ضعيف ضعيف ضعيف. هنرجع لكم وانا بتعوق. وقف يا محمد. رجعنا لكم بالعقاب اللي الشوشو 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 دي بتاعت امي لما تبقى متعصبه مني. الشوشو خدي يا شوشو. ايه ده؟ ده انت جوزي لما يقول لي الشوشو اقول له طلعني. ايه الشوشو دي؟ الشوشو يا لهوي. يا انا اول مره اسمع اسمي بالوحشه دي. خدي يا شوشو. يا شوشو. ولما تبقى متعصبه قوي 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 تقول لي يا سوسو. ايوه تشيل النقط. يلا الشوشو. يلا يا اخوي يلا قالوا لي. بس بصراحه انا زهقت منك انت ما فيش مستوى. طب وحياة ربنا انا جبت يعني بص اقول لك حاجه. العقاب بتاعك هيبقى حلو ورقيق كده وخفيف رقيق بعد الشوشو. دي في رقه في دماغك وانا اللي جبت ده كله لنفسي بلعب مع الوحش اللي 10 مرات. لو النبي يضحكوا علينا. هو ده عقاب. انا اللي جبت يا اختي احسن ما تحط حاجه في بقك. انا اللي جبت ده كله لنفسي بلعب مع الوحش اللي يا لهوي ده. انا اللي جبت ده كله لنفسي بلعب مع الوحش اللي خلاص بقى لا كفايه. لا انا اللي جبت ده كله لنفسي بلعب مع الوحش اللي انا اللي جبت ده كله لنفسي بلعب مع الوحش اللي الاسد. انا اللي جبت الاسد مع الوحش. انت غيرت بقيت وحش. طب خلاص يا وحش كفايه كده. الوحش اللي ما بيريحش. بس كده. لو عجبكم الفيديو بتاعنا يا جماعه بالله عليكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.